بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وغياث المستغيثين، ومجيب دعوة المضطرين. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات يؤوب إلى رحمته. اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. محضر اجتماع اللجنة المشكلة للحكم على رسالة الباحثة الشيماء عبد المنعم عبد الله جاويش للحصول على درجة الماجستير في التربية تخصص المناهج وطرق تدريس اللغة العربية. إنه في يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر يوليو 2023 ميلادية اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الكرام أستاذنا العالم العلامة الأستاذ الدكتور أحمد زنهم أبو حجاج أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية بالكلية، والرئيس الأسبق للأكاديمية المهنية لإعداد المعلمين في جمهورية مصر العربية الحبيبة. أستاذنا الدكتور أحمد زنهم أبو حجاج هو المناقش وهو رئيس اللجنة، المناقش الداخلي. أستاذنا الدكتور صفوت توفيق هنداوي أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية بكلية التربية جامعة دمنهور، ورئيس قسم المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بالكلية نفسها. أستاذنا الدكتور صفوت توفيق هنداوي هو المناقش الخارجي. أما خادمكم أحمد عبد عوض فإنه المشرف والمناقش أيضا. وقد وافق معالي الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة بتاريخ 21/6/2023 ميلادية على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسالة الماجستير في التربية تخصص المناهج وطرق تدريس اللغة العربية المقدمة من الباحثة الشيماء عبد المنعم عبد الله جاويش للحصول على درجات الماجستير في التربية تخصص المناهج وطرق تدريس اللغة العربية. وكانت الباحثة قد سجلت بالرسالة قبل سنتين بإشراف مكون من خادمكم الحويقر الصويغر أحمد عبد عوض، الأستاذة الدكتورة إيمان السيد عرفة التي شرفتنا في هذا اليوم الجميل وفي هذا العرس الإيماني في حرم جامعي كريم مبارك. أيها السادة الكرام، وبعد المناقشة العلنية والتي استمرت من الساعة 11 إلى ما يقرب من الساعة 13 إلى الساعة 13 عصرا، تقترح اللجنة المباركة منح الباحثة الشيماء عبد المنعم عبد الله جاويش درجة الماجستير في التربية تخصص المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بتقدير عام ممتاز. كما أن الرسالة حظيت بإعجاب شديد من اللجنة المباركة أستاذنا الدكتور صفوت توفيق هنداوي، حتى اقترح أن تكون هذه الرسالة رسالة دكتوراه، ولذا توصي اللجنة المباركة بطباعة الرسالة وتداولها بين المراكز والجامعات البحثية. والحمد لله رب العالمين. والله أكبر ولله الحمد.